أحد الأطفال ذهب عند والده قال له بابا معلش تقعد معي شوي، قال له الأب يا بابا أنا مشغول وبدي أبني لكم مستقبلكم وعندي شغل. حمل حاله الأب وطلع، وهذا الابن متعلق نظرته مع أبوه على الباب. اليوم الثاني بابا فيك تقعد معي شوي، نفس الحركة، الأب دائما مشغول عم يروح على شغله. ثالث رابع الابن يعني حزين راح لعند أبوه وأثاره الفضول، طفل صغير، قال له بابا أنت كم بتاخد على الساعة مصاري؟ قال له باخد يا بابا تقريبا $50 على الساعة. مرت الأيام وطبعاً هذا الأب دائماً مشغول وما بيجلس مع هذا الطفل. الطفل إجا بأحد الأيام لعند أبوه حامل كمشة من النقود بلغت $50، قال له بابا هي $50 فيني أخذ من وقتك ساعة؟ أهلاً فيكم مع وصفة تربوية جديدة. كثير من الآباء بيفكروا أنه أقصى ما يتمنى منهم أطفالهم هن أنه يأمنوا حاجاتهم من مأكل ومشرب ويجيبوا لهم ألعاب ويغدقوهم بالهدايا والأموال والألبسة، وأنه نحن إذا كان عمل هيك بالذات الأب طبعا، وأن كانت الأم أحيانا تقع بنفس هذا المطب، فيظن الأب أنه هو عمل كل شيء عليه وكفى ووفى وشو بده الابن أكثر من ذلك. ولذلك ممكن كتير نسمع مثلا من الآباء أنه إذا الابن قال يا بابا أنت ما بتحبني شو بيكون رد الأب؟ يا بابا مين جاب لك هيك؟ شو ما جبت لك؟ ما اشتريت لك؟ ما كذا؟ وبيعتبر انه هذا الامر هو المؤشر الوحيد على الحب. لكن هاي القصة اللي سمعناها سوا بتورجينا انه هذا الطفل بدل ما كان ياخد هذه المصاري والمبلغ يشتري فيه الهدايا اللي مفكر الاب انه هي العاب والهدايا هي طموح هذا الطفل، راح اخذ ليقله للاب عطيني من وقتك ساعة. الابناء اكثر شيء هن بحاجة الى شيء من وقتنا، وللأسف معظم الاباء بيقولوا انه احنا مشغولين ومشغولين ونحن مشغولين مو مشان انفسنا وانما مشان ابنائنا وعم نبني لهم مستقبلهم واواوا من هذه الاسباب. نحن الان مع هذا الزمن الكورونا اللي نحن عايشين فيه عم نعيش في حجر تربوي، حجر تربوي نعم ما خربطت، حجر صحي هو لكنه هو حجر تربوي وفرصة ذهبية أمامنا نحن كآباء وأمهات، لأنه لا أظن أنه صارت قبل هيك بتاريخ كل واحد فينا تاريخه الشخصي أنه يضطر يجلس مع أبنائه 24 ساعة متواصلة ما يخرج إلا للحالات الضرورية. فنحن الآن أمام فرصة ذهبية أنه نجلس مع أبنائنا نعطيهم من وقتنا، وأنا ما أقصد أبدا بالجلوس أنه أنا أجلس أقعد معه أو ساعده بالوظيفة، الأكل والشرب واللبس هذول الأمور الكل بيعملها ومضطر يعملها، لكن أنا أقصد أن تجلس مع ابنك كصديق كطفل مثله. هذا الشيء اللي الطفل محتاج له أن يشعر أنه أبوه رجع طفل وأنه أمه رجعت طفلة وعم تجلس معه تلعب معه تسمع منه قصصه اللي بنظرنا أنه مو مهمة لكن بالنسبة للطفل هي عالم والكامل. هذه هي الوصفة اللي بنقدمها اليوم. أنا بعطي كل أب يشكو من أنه أبنائي ما عم يردوا علي أو ما عم يسمعوا كلامنا أو أنه ما عم ينضبطوا أو حاسين بالضيق، ما في مدرسة، ما في رحلة، ما في استراحة، ما في حارة، ما في مكان يلعبوا فيه، أنا بعطي وصفة بسيطة كتير مكونة من كلمتين بس بدها شوية إرادة. اجلس مع أطفالك. وأنا من خلال تواصلي مع الأهالي كثير من الأهالي اللي ما كانوا يجلسوا قبل هذا الأمر مع أطفالهم وما يلاقوا وقت 5 دقائق لساتهم ما بيجلسوا مع أطفالهم مع أنه صار عندنا 24 ساعة، لأنه الموضوع مو بالدقائق اللي عند الأهل وإنما بالإرادة أني أنا أجلس مع أطفالي 10 دقائق وساعة خلال هذه الفترة. سؤالي لكم خلال هذه الأيام كم ساعة عم تعطوا أبنائكم من 24 ساعة؟ جاوبونا بالتعليقات على قناتنا قلم تيفي. ما تنسوا تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. نلقاكم على خير.